يجدد شكري لكل المشاركين ومتابعاتهم سوء حظي انني لم اتمكن من حضور الجلسات فقد عبرت في بعض الاوقات الاخرى، لكن لاحظت بخصوص الحماس الذي عبر عنه كل المشاركين سواء في الندوة ذاتها أو في الجلسات المضيقة، وهذا من شأنه أن يثبت الصدق وأن يجعلنا متفائلين بمستقبل تكوين العلم في بلادنا. وشكرا لكم مرة أخرى. Alors, merci beaucoup pour votre patience, pour votre